الإقليم ديال طاطا هو إقليم عنده مؤهلات كبيرة بشرية وطبيعية وعنده مكانة خاصة عند صاحب جلالة الله يرحمه ومتابعة خاصة. واليوم جينا بمجموعة من الوزراء اللي حاضرين يعني اللي كيهمهم قطاعات عدة ومشاريع كبيرة إن شاء الله، اللي كاين اللي انطلقات، كاين اللي دشنات، كاين اللي غادي تنطلق، كاين اللي في إطار الدراسات. هذا كله شيء جد إيجابي. كن يقول لكم بأنه تقريبا أكثر من 1,450,000,000 ديال الدرهم، يعني 145 مليار ديال السنتيم ديال الاستثمارات اللي تقدمت يعني في خلال هذه الجولة، واللي كتهم يعني سدود. كاين جوج سدود اللي هما غادي يبداو الاشتغال ديالهم، وثلاثة اللي في الطريق يعني ديال الدراسات باش إن شاء الله نبداوهم في 25 ولا 26. وكذلك كاين طرق المسالك الطرقية، كاين الساقيات، كاين نقط الماء، كاين يعني إعادة الهيكلة ديال الواحة، واستثمارات في الميدان الفلاحي اللي هي جد مهمة، وكاين القطاع ديال الصحة اللي حاضر بقوة. وانت شفتوا بأنه الحمد لله جوج ديال لي ديسبونسير اللي تفتحوا، اللي غادي يعطيو واحد الامكانيات اللي هي كبيره، لانهم يعني في واحد المستوى ديال واحد لوبيتال اللي هو بروفانسيال، فيه الولاده وفيه كذلك النشاطات ديال الطب كلها. وشفنا بصراحه بواحد الصور كبيره كيفاش المدرسه كتحول يعني هنا في المنطقه، والمدرسه ديال الرياضه ولو سونتر دو فورماسيون اللي كيوجد الاساتذه باش يمشيو ويواكبوا هذا المشروع. وشفنا كيفاش التعلمات كتحسن في هذه المدارس، وكيفاش التلاميذ كيساهموا، كيفاش الاباء كيساهموا. هذا شيء جميل. بداوا بواحد العدد ديال الاقسام، وهذا العدد دابا ديال الاقسام السنه المقبله غادي تضربها في 3 و4، وغاديين وكنطلعوا كل سنه حتى تكون ان شاء الله طاطا كلها المدارس ديالها مدارس ديال الرياضه. ف يعني برامج اللي كتهم كذلك الرياضه والقاعه، يعني بعد المسابيح والقاعه الرياضيه يعني، وحتى الوزراء اللي حاضرين كاين طلبات ديال السكان باش يكونوا دي ملاعب ديال القوف، حتى هما غادي نواجههم، لانه غادي نشوفوا كيفاش ان شاء الله في المستقبل اهتمام اكبر واكبر لهذه المنطقه اللي هي منطقه نائيه، اللي خصها الدعم، اللي خصها الامكانيات، واللي خص الدوله تسيرها. وهذا ما قامت به الحكومه مع يعني السلطات يعني المحليه، السيد العامل والسيد الولي، وان شاء الله اليد في اليد نخليو هذه المنطقه تزدهر وتعملوا فيها واحد لانجيكسيون ديال كما قلت لكم 1,450,000,000 ديال الدهم، اللي هي ما شاهلاش في واحد الظروف ديال سنتين. فان شاء الله نتمنى انه تعود بالخير وتكون عليها واحد يعني لامباكت ديريكت على المواطنين وعلى المنطقه وعلى المواطنين في المنطقه. وشكرا. Mon département, il faut le prendre de façon. Kinawal Amin. بحال هذاك فيها لي سيزون، هذاك سي ان بو دو استرونوم. تاتا كله. دونك جيتي هنا درتي مع ريبارتي تقريبا على لا باغوم ولي تقريبا 25 مليون. السنه المقبله غنمروا للاساتذه ديال السنه المقبله باش يشتغلوا على مشروع اللي كيشتغل فيه. العربيه واللغه الفرنسيه والرياضيات، ولكن فيها حقنا الامازيغيه الدارجه ديالنا او اللغه العربيه الفصحى.
باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.